حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، ذكرى سنوية تتجدد في كل عام يهب فيها أصحاب المواكب والهيئات ليشمروا عن سواعدهم بتقديم الراحة للزائرين، ولم تكن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المناسبة بانسيابية عالية ببعيدة عن تنفيذ المهام المناط بها، مثلما أعلنت مديرية المرور بوضع خطط متكاملة من أجل التوافق بين مرور المركبات للمواطنين وبين استمرار تدفق الزائرين إلى الكاظمية المقدسة دون قطوعات للشوارع أو وضع العراقيل أمام المركبات. هذه الإجراءات جاءت من أجل إتمام هذه الزيارة بانسيابية عالية وعلى أكمل وجه، وكذلك المساهمة في إنجاحها بحسب ما يتوافق مع كثرة الأعداد الزاحفة صوب باب المراد لتعظيم شعائر الله بتأدية مراسم زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، نتابع أيضا وفي مثل هذا اليوم وقبل 12 عام أسقط الشعب البحريني ما يعرف بالميثاق الوطني، وخرج في فجر 14 من فبراير بتظاهرات حاشدة ترفض سلطة الحكم الجائرة وتطالب بالحريات السياسية والمدنية والإطاحة بالنظام الحاكم. ومنذ ذلك الحين ما تزال هذه المظاهر مستمرة، غير أنها تقمع بوحشية ووصلت حد المحاكمات الجماعية وإسقاط الجنسية وتحويل المملكة الخليجية إلى سجن كبير، غير أن هذه الأسباب لم تضف للسائرين على نهج الإصلاح إلا المزيد من الإصرار ومتابعة خطى القيادة الدينية هناك والمتمثلة بآية الله الشيخ عيسى قاسم. إذن الخطط التي وضعتها مديرية المرور العامة وفق محاور محددة، منها ما تم استنفار الآليات الخاصة بتنظيم سير المركبات دون قطوعات للطرق المؤدية إلى الكاظمية عدا التي تشهد زخما بالزائرين، والمحور الآخر حول سير الزائرين وتهيئة الطرق المناسبة التي لا تؤثر على انسيابية الطريق. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. مع تصاعد الاستعدادات الخدمية والأمنية لزائري الإمام الكاظم خلال أيام الزيارة الرجبية، تنطلق مديرية المرور العامة في بغداد بتهيئة الطرق المؤدية إلى الكاظمية لانسيابية السير أمام المركبات والمشاة من أجل إتمام الزيارة حسب ما تم التخطيط لها بما يتوافق مع أعداد الزائرين وسلامتهم. وضعت مديرية المرور العامة خطة متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية في محافظة بغداد والمحافظات المحيطة بها. فالجهات المنظمة في تأمين زيارة الإمام الكاظم للوافدين من كافة المحافظات تبدأ بتنفيذ خططها المزمعة مع أول أيام انطلاق السائرين من مناطق سكناهم وصولا إلى المرقد الشريف. الزائرون أشادوا بما تقدمه القوات الأمنية والخطط المرورية المساهمين لإنجاح هذه المناسبة. والله كل يعني الخطط المرورية زينة جيدة، والأمن موجود والحمد لله، يعني 24 ساعة لحد الصباح، يعني ما ينام، يعني ماكو نوم، حتى نوم ماكو، خير من الله، الطريق مفتوح والحمد لله والشكر، والأجهزة الأمنية يعني هم ما قصروا، والطرق كلها مفتوحة والحمد لله والشكر، والطريق انسيابي والحمد لله والشكر. هاي الناس جاي تجي من الجنوب وتطلع تروح للإمام سلام الله عليه، وإن شاء الله الأمور سالكة. حدث تاريخي يجدد كل عام، والمواكب تستعد لاستقبال القاصدين، والجهات الأمنية المعنية هي الأخرى التي تهيئ أجواء مناسبة لهذه الزيارة، حيث تضافرت جهودها بتعاون مع الهيئات والمواكب خلال أيام المناسبة الأليمة. تدفق أعداد الزائرين صوب الكاظمية المقدسة يزداد يوما بعد آخر، والخطط المرورية تدخل حيز التنفيذ لتسهيل إتمام الزيارة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، من إعلام مديرية المرور العامة المقدم حيدر شاكر. أهلا بكم سيادة المقدم، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله. وبداية أود أن أسألك، يعني مع استمرار توافد هذا الزخم المليوني من الزائرين، ما هي أبرز الخطط التي وضعتها مديرية المرور العامة للتعامل مع هذه الزيارة وإنجاحها حتى آخر الزائرين؟ مساء الخير عليك أخي كريم، وعظم الله لنا الأجر ولكم باستشهاد
الإمام الكاظم وموسى الكاظم عليه السلام. نعم أخي الكريم، مديرية المرور العامة وبتوجيه من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم وإشراف مباشر من قبل السيد مدير المرور العام، وضعت خطة متكاملة لحركة سير الزائرين وكذلك حركة سير المركبات في العاصمة الحبيبة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة. هذه الخطة اللي وضعتها مديرية المرور العامة هي خطة لغرض تنظيم حركة السير فيما يخص الزائرين، حيث حددت 7 محاور في العاصمة بغداد، منها 4 في جانب الرصافة و3 في جانب الكرخ، ولم تشهد قطوعات كاملة في شوارعنا لحتى هذه اللحظة. الخطة سارة بالشكل الصحيح اللي نرجوه من إخواننا المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية والمرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة إخواننا مستقبل الطريق. طيب سيادة المقدم، على ذكر التزام المواطنين، ما مدى التزام المواطنين أو الزائرين السائرين إلى الكاظمية المقدسة بتوجيهات والخطط المرورية التي وضعتموها؟ نعم أخي الكريم، حاليا إخواننا الزائرين نلمس من عندهم الاستجابة للتعليمات المرورية ونشهدها، وخصوصا في جانب الكرخ. جانب الكرخ يعني جدا منظم في موضوع حركة سير المركبات، وكذلك حركة إخواننا اللي يتوجهون إلى الكاظمية المقدسة. دائما احنا مستمرين بالتوعية المرورية والإرشادات للزائرين صوب المدينة المقدسة، نأمل أنه تعدي هذه الزيارة على خير، وبالطبع نتمنى لهم السلامة والعودة إلى ديارهم آمنين. أيضا ينضم لنا بصوت والصورة مباشرة مدير التموين والناقل للحشد الشعبي السيد أحمد عباس. أهلا بك سيد أحمد، بداية أود أن أسألك عن طبيعة المشاركة التي تقوم بها مديرية النقل والتموين. سيد أحمد، يبدو أن هناك خلل بتأمين الاتصال، أعود لك مرة أخرى سيادة المقدم. كنت قد ذكرت عدد من المحاور في الكرخ والرصافة، أود أن تحدثنا عن تفاصيل هذه المحاور سيادة المقدم، مدى التزام الزائرين السائرين للكاظمية بهذه المحاور التي تم تحديدها من قبلكم. نعم أخي الكريم، بداية احنا في مديرية المرور العامة وبتوجيه من قبل السيد مدير المرور العام، عززت كوادرنا اللي تعمل في جانبي الكرخ والرصافة بالآليات وكذلك العنصر البشري من مواقع التسجيل في بغداد، وذلك لإنجاح هذه الزيارة وتكثيف الجهود في ذلك. طبعا المحاور 7 اللي نتكلم عنها احنا يعني حركة سير الزائرين، حددت محاور رئيسية اللي هي الطريق الرئيسي من جانب الرصافة اللي هو مستنصرية الموال، عندنا الطريق الثاني من محور محافظة ديالة سيطرة الراجدية، عندنا الطريق الثالث محور محافظة واسط طريق جسر ديالة، عندنا الطريق الرابع الكمالية الفضيلية الأمين، وعندنا هذا فيما يخص جانب الرصافة. عندنا فيما يخص جانب الكرخ، الطريق الرئيسي لجانب الكرخ سيطرة اليوسفية الدورة، عندنا مجسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة، كذلك عندنا المحور السابع اللي هو من محافظة الصلاح، محور محافظة صلاح الدين باتجاه مجسر التاجيات الدوار وباتجاه الكاظمية المقدسة. هذه المحاور اللي حددت لسير زوار الإمام الكاظم عليه السلام، من الخطة اللي وضعت مديرية المرور العامة، واللي دورها يصير هناك انسيابية في حركة سير المركبات وكذلك أريحية لإخواننا الزائرين. رحب مرة أخرى بمدير التموين والناقل للحشد الشعبي سيد أحمد عباس بالصوت والصورة من الكاظمية المقدسة. أهلا بكم سيد أحمد، إذا كنت تسمعني أود أن أسألكم عن طبيعة المشاركة التي تقوم بها مديرية النقل والتموين في هيئة الحشد الشعبي. عليكم السلام.
تسمعني سيد أحمد؟ سيد أحمد هناك خلل للأسف بالاتصال. أعود لك مرة أخرى سيادة المقدم، على ذكرك للمحاور اللي ذكرتها بالرصافة وبالكرخة، فلسطين الزعفرانية مثلا، طريق أو محور سير الزائرين من الزعفرانية، هذا طريق حيوي ومهم، أعتقد لحد الآن منقطع، يمكن ذروة الزيارة يوم غد يمكن ينقطع بسبب الزخم الكبير من الزائرين. بالنسبة للعجلات المركبات، أكو طريق بديل حتى يتخذوه بالدخول إلى مركز المدينة؟ نعم أخي الكريم، إحنا ممكن الخطة تتغير في أي لحظة حسب كثافة سير الزائرين، ممكن أنه يتم قطع جزء من الطريق وتحويله إلى طريق آخر اللي يسلكها الزائر الكريم باتجاه الكاظمية المقدسة. هذه الخطة اللي عدت هي مرونة في التعامل ووضعت لخدمة إخواننا الزائرين وكذلك خدمة إخواننا مستخدمي الطريق، إضافة إلى أنه هناك عطلة مثل ما تعرف، وكان عدم وجود زخم في شوارعنا خلال هذه الأيام بسبب عطلة نصف السنة وعدم ذهاب الإخوان يعني المدارس إلى لأنه في عطلة نصف السنة، يعني ساهمت كثير بنجاح هذه الخطة إن شاء الله. طيب، محور أيضا مهم جدا هو اللي ذكرته، اليوسفية دورة، هذا الخط السريع مهم بالدخول إلى العاصمة بغداد. طريق السريع الجديد اللي تم افتتاحه من منطقة عرب جبور والبعيثة، نعم، ساعد أن يكون بديل باعتبار طريق اليوسفية دورة بزخم من الزائرين؟ نعم، احنا هذا الطريق ساعدنا جدا في ضمن هذه المنطقة، يعني خط جديد مؤثث تأثيث حديث يستخدم في يعني النقل من منطقة اليوسفية باتجاه الدورة، سريع الدورة، وكذلك في العكس. هذا الخط ساهم بفك الاختناقات المرورية ضمن الطريق المؤدي إلى علوة الرشيد ومن سيطرة 75 اللي هي اليوسفية، ساهم أكيد يساهم في تقليل الزخم، وكون الخط الرئيسي دي هو من الدورة باتجاه يعني من اليوسفية باتجاه مفرق الدورة، هذا الخط يسلك الزائر الكريم إلى اليرموك ومن ثم إلى الحارثية وإلى أن يصل إلى الكاظمية المقدسة. هذا الخط حاليا يستخدم مفتوح، يعني هو لحركة سير المركبات وكذلك لمشاية الإمام الكاظم عليه السلام. احنا ما قطعنا هذا الطريق لأن الكثافة اللي ضمن هذا الخط حاليا جيدة، مسيطر عليها من القوى الماسكة للأرض وكذلك دوريات مديرية المرور العامة. طيب، يعني جهود جبارة مطلوبة من مديرية المرور العامة لإنجاح هذه الزيارة والقيام بواجبكم كمرور، مدى التعاون والتنسيق ما بين مديرية المرور ورجال المرور لإنجاح هذه الجهود ومع بقية الأجهزة الأمنية مثلا أو بقية حتى الأجهزة الخدمية؟ نعم، احنا في مديرية المرور العامة هي دائرة خدمية بالدرجة الأساس معنية في تنظيم حركة السير والمرور وكذلك تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة. فيما يخص احنا عندنا تنسيق عالي مع الأخوة في القوات الأمنية، باقي صنوف القوات الأمنية، دائما مديرية المرور العامة تحرص على امتصاص الكثافة من شوارع بغداد في تنظيم حركة السير والمرور. دائما تلاحظ رجل المرور يعمل مكان الإشارة الضوئية لامتصاص الزخم قدر المستطاع من شوارعنا، شوارعنا ضيقة يحتاج لها إلى جهد عالي جدا من أخوانك رجال المرور، وإن شاء الله إحنا عاهدنا الله على خدمة هذا الشعب ونتمنى لهم أنه تنتهي زيارة على خير ويعودون إلى ديارهم سالمين غانمين. نتمنى أنه تم تأمين الاتصال والصوت مع السيد أحمد عباس. أهلا بك مرة أخرى سيد أحمد إذا تسمعني. أستاذ أحمد، لا
لم يتم تأمين الاتصال حتى الآن. أعود لك مرة أخرى سيادة المقدم، بالنسبة للمواكب المنصوبة على الطرق ومحاور سير الزائرين، وجدتم التزام من أصحاب المواكب بعدم التجاوز على الطرق المخصصة لسير العجلات؟ مدى تعاون أصحاب المواكب معكم كمرور أو مع الأجهزة الأمنية بشكل عام؟ نعم، يعني وجدنا التزام عالي من إخواننا أصحاب المواكب. قسم منهم المواكب مالته على الرصيف، يعني على كتف الطريق الرصيف، وفي بعض الأحيان تجد مواكب في وسط الطريق لتأمين المؤن إلى إخواننا سالكي، يعني مشاية الإمام الكاظم عليه السلام. دائما احنا متواجدين وياهم، نحاول جهد الامكان في مديريه المرور العامه انه ننظم الطريق بالمستطاع الموجود، ولهذا هي فتره وجيزه وينتهي كل شيء ان شاء الله وتنتهي الزياره على اتم ما يكون. طيب، تحدي ربما امامكم لا ينتهي بانتهاء هذه الزياره، هناك تحدي اخر لا يقل اهميه هو اعاده الزائرين واعاده تفويجهم الى مناطق سكناهم او محافظاتهم. اكو خطه معاكسه للخطه المروريه باعاده الزائرين، هناك زخم ايضا بعودتهم الى منازلهم. نعم اخي الكريم، احنا في مديريه المرور العامه مستمرين في واجبنا هو خدمة إخواننا المواطنين. ممكن هناك دوائر وزارة النقل مساهمة في هذا الموضوع، باصات وزارة الدفاع ممكن أن تشارك بهذا الموضوع نقل الإخوان. احنا بدورنا نفتح جميع الطرق أمام عودتهم إلى منازلهم إن شاء الله. طيب، أيضا شهدنا بعض الأخوة من رجال المرور الأبطال، يعني إضافة إلى واجبهم بتأدية الخدمات المرورية إلى المواطنين والزائرين وأصحاب العجلات، يشاركون بخدمة الزائرين بالمواكب. يعني مسموح لرجال المرور بتأدية واجب غير واجبة بخدمة الزائرين؟ يعني شلون يعني مثلا؟ خدمة الزائرين، تقديم الطعام والشراب إلى الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم، حالهم كحال أصحاب المواكب. احنا بواجبنا أنه تنظيم حركة السير والمرور. نعم. أما في ممكن أنه يكون المنتسب للمرور ليس في واجبه. نعم. ويشارك في هذا الموضوع، ولكن هو واجبه الأساسي هو تنظيم حركة السير والمرور، وهو هذا الواجب المقدس المطلوب من رجل المرور حاليا، أنه يؤدي واجبه على أتم ما يكون وعدم ترك الواجب لأي سبب إن كان، لأن هناك أعداد ليست بالقليلة لخدمة زوار الإمام الكاظم عليه السلام. نتمنى منهم الالتزام بواجباتهم. هو هذا الواجب، إحنا واجبنا هو مقدس. نعم. هو خدمة الناس بالدرجة الأساس بتوجيه من قبل السيد مدير المرور العام، مديرية المرور العامة، جانبي كرخور وصافة، داقلة من إنذار لهذا الموضوع. ونتمنى أنه الالتزام من إخواننا أصحاب المركبات وكذلك الإخوان اللي يتوجهون سيرا على الأقدام إلى الكاظمية المقدسة. نتمنى لكم ولكل الأبطال في المرور عظيم الأجر والثواب بإحياء هذه المناسبة العليمة، وأيضا نتمنى أنه تم تأمين الاتصال والصوت مع السيد أحمد عباس مدير التموين ونقل الحشد الشعبي. أخيرا تسمعني سيد أحمد؟ السلام عليكم. أي نعم، أسمعك إن شاء الله. نعتذر لكم على هذا الخلل بنقل الصوت، وأود أن أسألك باختصار سيد أحمد عن طبيعة المشاركة التي تقوم بها مديرية النقل والتموين في هيئة الحشد الشعبي للمشاركة بإحياء هذه المناسبة. السلام عليكم. أولا أعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام وقادة النصر بهذا الذكرى الأليمة، ومثل ما تعرفون هيئة الحشد الشعبي سباقة بكل الخدمات اللي تطلب منها الحكومة أو أي زخم يصير. حاليا في مدينة الكاظمية تم طلب أن نشارك بعدد من العجلات النقل وأيضا تناكر المياه. باشرنا يعني لليوم الرابع بواقع 30 كوستر داخل القطع وداخل الخطة المرسومة من قبل القوات الأمنية
وحكومة الكاظمية المحلية، وأيضا توزيع تناكر المياه على المواكب اللي في داخل مدينة الكاظمية. طيب، خصوصا جانب النقل وتأمين عجلاتكم، إلى أي درجة ستشاركون بخطة نقل الزائرين؟ خصوصا هناك دائما بنهاية هذه الزيارات المليونية مشكلة بإعادة تفوج الزائرين إلى مناطقهم ومحافظاتهم. نعم، هناك خطة مرسومة من قبل العتبة الكاظمية وأيضا القوى الأمنية الماسكة وأيضا مديرية المرور مشكورين. هناك خطة مرسومة، يعني كل قوة أو جهاز نقل أو الأخوة من العتبات، يعني كل واحد عنده خط سير يأمن عليه. أكو أثناء الزيارة وأكو ما بعد الزيارة اللي هي تأمين خروج الزائرين ورفع الزخم من مدينة الكاظمية المقدسة إلى الجراجات الموحدة أو المحافظات اللي جايين منها. طيب، هذه قضية تفوج الزائرين دائما تعاني مشاكل في كل زيارات بسبب الزخم المليوني، أكو معالجات موضوعة لحل هذه الأزمة التي تتجدد في كل عام سيد أحمد؟ طبعا مثل ما تعرف قد ما يكون توفير خطة متماسكة لعدم متاعب الزائرين. تعرف شوارع ضيقة في بغداد ومدن تجارية في بغداد، أي خطة راح تصير راح تعرض إلى زخم وراح نقصر تجاه الزائرين، ولكن كل الخطط موضوعة لإنجاح وعدم تعب الزائرين إن شاء الله، موجودين ومباشرين بها. يعني أكو طرق سالكة للعجلات وأكو طرق سالكة للآليات والمشاي، يعني الأمور ماشية إن شاء الله. طيب، على تقديم أفضل الخدمات للزائرين. طيب، المهمة كبيرة ملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية والخدمية والمرور ومختلف المفاصل والحشد الشعبي بكل صنوفة ومديريات، لكن أود يعني أن نتحدث عن ضرورة تضافر الجهود ما بين مختلف هذه الأجهزة المذكورة. ما مدى التعاون أو التنسيق ما بين الحشد وكذلك مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية لإنجاح هذه الزيارة أمنيا وخدميا؟ أي نعم، مثل ما تعرف هو الحشد انولد من فتوى، فهو أغلب القوات الأمنية اللي حاليا في مدينة الكاظمية أو المواكب أو العتبات احنا مشاركين وياهم جبهات القتال، فما نعاني أي مشكلة من نشتغل وياهم بالمدن المزدحمة أو الزيارات أو الكوارث الطبيعية. أي شيء جاي يعني يصادفنا معوق بسيط يتم معالجه من القوات الأمنية والعمليات المشتركة والقوى الأمنية اللي ماسكة الأرض في مدينة الكاظمية. أي معوقات ماكو، تنسيق عالي مستوى ابتداء من العتبة إلى القوات الأمنية إلى القوى الماسكة إلى العمليات المشتركة. طيب، الجانب الأمني سيد أحمد، ما هي المحاور أو الطرق اللي ممسوكة حاليا من قبل هيئة الحشد الشعبي لتقديم الخدمات الأمنية أو الحماية والخدمات الأخرى؟ كل مداخل الكاظمية هي تم تنسيق عالي المستوى وتواجد بها معرفين. إذا نساء أكو تفتيش نساء من قبل هيئة الحشد الشعبي، وأيضا الرجال موجودين في مداخل تم وضعها من قبل القوى الأمنية الماسكة لمدينة الكاظمية، يعني سلمت إلى مجموعة محاور. طيب، أعود مرة أخرى إليكم سيادة المقدم حيدر، ونعود إلى تفاصيل هذه المشكلة بإعادة تفويج الزائرين، التفويج العكسي إلى مناطقهم ومحافظاتهم. أكو معالجات مطروحة من قبل مديرية المرور أو وزارة الداخلية بشكل عام أو من الحكومة من أجل القضاء على هذه المشكلة؟ لو العدد المليوني الكبير يعني يصعب حل هذه المشكلة إزاءة. نعم أخي الكريم، إحنا يعني الأعداد الغفيرة اللي تتجه إلى الكاظمية المقدسة ويعني أعداد كبيرة جدا لا تستوعبها جميع الآليات المتوفرة في الدولة العراقية، تتضافر جميع الجهود من القوات الأمنية وكذلك الدوائر المدنية لنقل أخواننا اللي يردون يرجعون إلى ديارهم بعد أدائهم مناسك الزيارة. دائما يكون هناك
يعني مثل ما نقول زخم في هذا في عملية الرجوع، ولكن احنا بدورنا في مديرية المرور العامة نحاول جهد الإمكان يعني فتح الطرق بجميع الاتجاهات لسرعة في إجراء عملية العودة لإخواننا الزائرين. طيب أود لك سيد أحمد، ونود أن نتحدث عن تقديم الخدمات إلى الزائرين. ما مدى التعاون ما بين هيئة الحشد الشعبي وأصحاب المواكب الحسينية لخدمة الزائرين؟ التعاون على مستوى في كافة مداخل بغداد، تواجد الأخوة المواكب، وأيضا إذا عدنا أي اشتباه بأي معلومة أمنية أو معلومة خدمية أو توفير السكن للقوى الماسكة يعني بالخيام السرادق اللي موجودة بالمواكب، تعاون عالي من قبل أخوة المواكب وهيئة المواكب الحسينية في تقديم كافة الخدمات متبادلة بين هيئة الحشد الشعبي وهيئة المواكب، يعني أكو تنسيق عالي مستوى إن شاء الله. الشكر الجزيل لكم مدير التموين والنقل الحشد الشعبي السيد أحمد عباس، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم من إعلام مديرية المرور العامة المقدم حيدر شاكر، شكرا لكم سيادة المقدم، ونسأل أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب في هذه المناسبة الأليمة. إذن مشاهدينا، الحصاد يستمر وتتابعون فيه أيضا. دعما للمطالب الحقة التي ينادي بها الشعب البحريني منذ أكثر من عقد، نظم أو في العاصمة بغداد مهرجان الاحتفال بذكرى ميلاد ثورة البحرين الخالدة التي ما تزال تواجه قرارات سلطة المنامة الجائرة وازدواجية المعايير التي يتغنى بها العالم الخارجي. المزيد من التفاصيل مع الزميل علي حبيب. بمناسبة حلول الذكرى السنوية 12 لاندلاع ثورة 14 من فبراير، أقامت المعارضة البحرينية مؤتمر تضامن لهذه الذكرى في العاصمة العراقية بغداد تحت شعار مستمرون بمبدئية وحركية، وشارك فيه عدد من الباحثين والناشطين. سلطت الأضواء فيه على ثورة دوار اللؤلؤة والتضحيات التي قدمها الشعب البحريني ومطالبه الحق بدولة كريمة تضمن حقوق الإنسان. وهذا الشعب العزيز الذي مستعد أن يقدم الدم وأن يستمر في مسيرته وصموده ومعركته سينتصر لا محالة. لكن نصيحتي إلى الأخوة في البحرين، إلى الحكومة البحرينية، أن تراجع نفسها. كانت ثورة سلمية وتستمر ثورة سلمية تطالب بالعدالة، تطالب بحقوق الشعب، بالحرية، بالاستقلال، وبطرد المشاغبين، بطرد المستعمرين، بطرد من يريدون الهيمنة على البلد. المشاركون أكدوا أن حراك الشارع البحريني هو تحرير للشعب من الأغلال التي وضعها نظام آل خليفة وقوات درع الجزيرة التي استخدمها النظام الحاكم آنذاك، وبدأ في ممارسة أحكامه العرفية. فالصراع الدائر في البحرين ليس صراعا طائفيا كما يروج له البعض، إنما بقدر تعلقه بحقوق شعب ومطالبه بالإصلاح والتغيير. وأن الشعب العراقي معكم، وأن المقاومة في العالم معكم، وأن النصر لآت، ولكن لا يتسرب لكم اليأس من طول الجهاد وسطوة الطغاة، فإن الطغاة في البحرين الذين يحكمون البحرين زائلون، ما دام مدوا أيديهم إلى التطبيع فإن زوالهم قريب. ونقول لله شعبنا البحريني دائما إحنا مع جميع الشعوب الإسلامية، والمعروف عن الشعب العراقي شعب أبي وداعم إلى كافة فصائل المقاومة. الثورة البحرينية بعيد ميلادها تودع عاما آخر من عمرها وتستقبل عاما جديدا تشحذ فيه همم التطلعات نحو بيئة تضمن إجراء تغييرات دستورية يتم فيها انتخاب السلطة الحاكمة. فالمشاركون هنا يؤكدون أن الثورة ولدت من رحم المعاناة، لكنها للأسف لم تلقى الاهتمام العالمي الذي حظيت به ثورات أخرى رغم سلميتها. علي حبيب، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد الباحث بالشأن السياسي السيد حيدر رشيد. أهلا بكم أستاذ حيدر، وأود أن أسألك عن كل هذه المدة 12 عام وما تزال الثورة البحرينية بذات الأهداف بذات المبادئ والسلمية التي انطلقت بها، برأيك شنو هي أبرز وأهم العناصر التي أدت لاستمرارية هذه الثورة أو هذا الاحتجاج الثوري؟ نعم، مساء الخير بشار، تحية لك ولمشاهديكم الكرام، فرصة طيبة أن أعزي العالم الإسلامي بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر حقيقة، ونستذكر في نفس الوقت الذكرى السنوية 12 لهذه الانتفاضة الشعبية في دولة البحرين الشقيقة، استعراض بسيط لهذه الثورة التي اندلعت بان الربيع العربي عام 2011 عندما حرق نفسه الشاب التونسي البوعزيزي محمد البوعزيزي. كانت هناك حراك حقيقة يقود المعارضة البحرينية تساندهم أقلية سنية داخل دولة البحرين، استشعر خطر هذه المعارضة النظام الحاكم في دولة البحرين، حيث استنجد بدول مجلس التعاون الخليجي، وحقيقة كانت هناك استجابة من قبل قوات درع الجزيرة ودخلوا فعلا إلى دولة البحرين وبالتحديد إلى ميدان أو دوار اللؤلؤة وقمعوا هذه الانتفاضة وسقط من سقط واعتقل من اعتقل، وكان هناك تشريد وممارسات همجية بوليسية ضد المجتمع البحريني الذي يشكل حقيقة المكون الشيعي أكثر من 70%، كانت المطالبات حقة ونابعة من الواقع السياسي البحريني، حيث كانوا يطالبون بحرية سياسية ومشاركة فعلية في الحياة السياسية، وكانوا يطالبون بنقاط مهمة تخدم المجتمع البحريني على حد سواء. نعم بشار، طيب اليوم كان هناك احتفال ومهرجان للاحتفال بذكرى ميلاد ثورة البحرين الخالدة، ما مدى أهمية أحياء الثورة وذكرى الثورة في العاصمة بغداد؟ يعني حقيقة أنا كنت حاضر في هذا المهرجان، وكان شعار جدا مهم يتحدث عن الاستمرارية والمبدئية والحركية، هذه الكلمات والمفردات كانت منتقاة بدقة وبعناية فائقة لديمومة هذا الحراك الذي ينبع مثل ما ذكرنا قبل قليل من واقع المواطن البحراني، حيث المواطن البحراني يعاني الأمرين من سياسة التغيير الديموغرافي. أنا ذهبت إلى دولة البحرين وكنت هناك لمدة 60 يوم حقيقة، شهدت بأم عيني أنه لا توجد هناك حريات كما يقال، وإنما الحريات هي حريات شكلية مكتوبة، وهذا خلاف الواقع، ممكن أن تكون الحريات مكتوبة وممكن أن تكون مفعلة على الأرض حقيقة. لا يوجد هناك حريات على الأرض يمارسها المواطن البحراني داخل الجغرافيا البحراني. أنا أعتقد الذكرى بحد ذاتها هي لديمومة واستمرارية هذا الحراك والثورة الشعبية التي تشتعل داخل المواطن البحراني إلى أن يستعيد كامل حقوقه التي قد تكون مستلبة، وقد هنا هي من باب التحقق بشار. طيب، هذا الإغال من قبل السلطة البحرينية بقمع المحتجين والثائرين، شنو سبب هذا الإغال والإجرام بحق الشعب البحريني؟ ليش ما النظام أوجد إصلاحات بالمقابل؟ يعني طبيعة الأنظمة العربية هي لا تمت بصلة إلى الديمقراطية الرصينة وفق المعايير المعروفة، يعني واحدة من أبسط هذه التعاريف ممكن أن نتحدث حول الديمقراطية يحكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقليات. أنا أعتقد هذا التعريف لا ينسجم تماما لا من قريب ولا من بعيد مع أكثر الأنظمة العربية، تعرف حضرتك والمواطن البحراني أكيد
من يشكلون النسبة المرتفعة داخل الدولة البحرين، وهؤلاء المواطنين الذين تحدث عنهم بالخصوص هم من المكون ومن المذهب الشيعي لا ينالون هذه الحرية والعمل بحرية بالجزئية السياسية، ولا يعطون هذه الحقوق، بل حتى الحقوق الأمنية يعني ممكن اللي يكون عنده واسطة وواسطة كبيرة حتى يكون أو يقبل بالجهات الأمنية حتى يحصل على رتبة في الجيش أو في القوات الأمنية. أنا أعتقد هذا ديدن الأنظمة العربية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالحريات، وكل ما يقال هو كلام للاستهلاك الإعلامي لا أكثر. طيب، مقابل كلامك هذا، هل يصح وصف الثورة البحرينية بالصراع الطائفي باعتبار هناك اضطهاد للشيعة في البحرين؟ يعني أنا أعتقد هذا الموضوع مو بهذه الطريقة، لكن يوظف من قبل أجهزة المخابرات لتلك الدول هو صراع طائفي، باعتبار أنه الأغلبية التي تطالب بحقوقها هي من الأغلبية الشيعية، لذلك يلجأ النظام العربي المستبد لتجير هذا الموضوع طائفيا، بالنتيجة هم أغلبية. هسه احنا ما نريد نقول نغير النظام، يعني أنا تحدثت إلى كثير من الأخوة والأصدقاء في دولة البحرين، هم يرفعون مطالب شرعية جدا، يريدون برلمان حقيقي نابع من طيب. طبيعة مجتمعهم، يطالب بحقوق، يطالب بحريات بالنتيجة، ولا يطلب تغيير النظام بقدر ما يطلب هناك تعددية وحرية، ويوجد هناك ديمقراطية حقيقية وانتخابات وفق المعايير الرصينة. أستاذ بشار، طيب دعنا نرحب أيضا بمدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من لندن. أهلا بك دكتور إبراهيم، وأود أن أسألك، يعني بعد 12 عام ورغم القمع الكبير من قبل السلطة الحاكمة في البحرين، كيف استمرت الثورة طيلة هذه السنوات؟ نعم، كل التحية لك أخي الكريم والضيوف الأكارم ومشاهدينا الأعزاء. طبعا تتحدث عن 12 عام من عمرنا، 12 عام من عمر أم الشهيد، 12 عام من أم المطارد، أم الجريح، أم المهجر، 12 عام من عمر أسرى موجودين في السجون. فجروا ثورة 14 فبراير، وهي عبارة عن ملفات حساسية لعلكم الآن تكلمتم منها عنها، وبالمناسبة ممنوع على أي مواطن ينتمي إلى الطائفة الشيعية أن يلتحق بالسلك العسكري في البحرين، ممنوع عليه أن يرقى إلى أي درجة وزارية عليا، يجب عليه فقط أن يكون عبد لهذه السلطة، وهو يعني يعتبر مواطن درجة أخيرة في البحرين، حتى وإن ملك الجواز، ربما أنا مسقطة جنسيتي، ولكن حتى من يمسك الجنسية يملك الجنسية، في أي لحظة يقرر النظام له أن لا يسافر، ويهينه عند المنافذ البرية والجوية عندما يذهب إلى المطار أو غيره. فهي معاناة كبيرة ورثناها من آبائنا وأجدادنا، أجدادنا في ظل حكومة، في ظل نظام آل خليفة، واليوم مثل ما يقولون طينها أكثر هذا المجرم حمد، واستخدم ورقته الأخيرة وهي الكيان الصهيوني والتحالف معه. نعم، ولهذا اليوم الناس اليوم كلهم يعني ثابتون ضد هذه الإجراءات التي يقوم بها. وآخرها يعني تخيل، قمنا بمؤتمر، نحن نشطاء البحارنة قمنا بتحضير لمؤتمر ورش عمل سرية، مؤتمر سياسي يضم كل النشطاء البحارنة في أوروبا وأمريكا وبريطانيا، وسيوسع هذا المؤتمر، عملناه في لندن، جنون هذا النظام، وأرسل المخبرين له فقط لأنه يريد، هو دائما يقول انتهت ثورة 14 فبراير، هذا الشيء ورا ظهرنا، ويفاجأ في كل يوم أن شعب البحرين يتظاهر، نشطائه خلية نحل عمل يومية. ولكن السؤال اليوم، من يحمي هذا النظام؟ هم أمريكا والكيان الصهيوني والدول الغربية. سؤال آخر يمكن دكتور إذا تسمح لي، يعني رغم القمع، رغم الاضطهاد اللي ذكرته، كيف حافظت الثورة طيلة هذه السنوات على سلميتها؟ لماذا لم يكن هناك تصعيد ربما عنيف نوعا ما؟ طبعا القرار الاستراتيجي لشعب البحرين، وخاصة أن تشوف اليوم كل الدول حولك تحدث حروب طاحنة، وفي النهاية لابد أن يذهبوا إلى السياسة، السياسة هي التي تحلها والنقاش. إحنا شعب البحريني كطابع سلمي، إحنا شعبنا شجاع،
ملفاته السنية، رفضه السياسي لن ينتهي ولا تنقصه الشجاعة، لكنك اليوم موجود في بيئة محاصرين من درع الجزيرة التي هي موجودة قوات آل سعود، محاصرين من جيش أمواج الخليج الإماراتية، محاصرين من جيوش الدرك الأردني وضباطه، محاطون بالقاعدة الأمريكية، القاعدة البريطانية، محاطين من من جراثيم وفلول صدام البائد الذين أعطيوا كلهم الجنسية البحرينية وأبنائهم ويعملون كمعذبين رسميين يعذبون بناتنا وأبنائنا في السجون بعد أن عذبوا أبناء العراق. فأنت أمام واقع صعب في البحرين. طيب. بالإضافة إلى وجود الصهيوني اليوم، وبالمناسبة ربما سمعت الخبر أن حكام الخليفة باعوا جزيرة إلى الكيان الصهيوني، هي تقع في الواجهة البحرية الغربية، وهي من مجموعة 100 عقار باعوها تقريبا 21.5 مليون دولار، مساحتها 9554. هدف نظام آل متر مربع، هدف نظام آل خليفة هو يعني إثقال الملفات اليومية على كاهل المواطن لكي لا يطالب بحقوقه، لكي يتعبه ويدعوه للاستسلام. هذه هي سياسة هذا الحاكم. طيب. الأرعب. طيب، هناك تجاهل دولي لما يجري في البحرين من اضطهاد للشعب البحريني، لكن بالمقابل أكو تضامن شعبي مع قضايا الشعب البحريني بشكل عالمي وكبير. اليوم كان هناك مثلا مهرجان الاحتفال بذكرى الثورة في بغداد، كيف قرأتم أحياء هكذا مناسبة في العراق؟ طبعا أنا لم أوفق هذه السنة لكي أكون من ضمن المتحدثين باسم الائتلاف كمدير مكتب سياسي في بغداد في العام الماضي، توفقت. نحن بكل صراحة العراق عمقنا الديني، عمقنا المذهبي، عمقنا الإسلامي العربي. العراقيين هم أبناء عمومتنا، نعيش إحنا اثنين نفس الألم ونفس الجرح. أول ما دخلت قوات درع الجزيرة إلى المنامة، أول قرار اتخذه حكام الخليفة أوقف الرحلات العسكرية بين بغداد والمنامة وبين بغداد وبين المنامة وبيروت. شعب العراق شعب احتضننا بعيونه وبدموعه وقلبه، ويعني عندما تتحدث عن هذا الشعب العظيم لا توفي حقه يعني. فنظام آل خليفة يجن جنونه عندما يشاهد هذا التضامن، خاصة أتذكر نحن افتتحنا مكتبنا السياسي في المنطقة الخضراء في العراق ومحاطين بإخوتنا العراقيين أصحاب الغيرة والحمية، والنظام جن جنونه. وهذه رسالة أرسلها العراقيون لحكام آل خليفة والباقون، أنكم لن تستفردوا بشعب البحرين، لن تستفردوا ببناتنا الشيعيات وأبناؤنا الشيعة، ولن تستفردوا بأبناء هذا المذهب الذي تهدمون منازله وحسينياته وتعتقلون أطفاله. هذه كانت رسالة واضحة. واليوم اليوم في العراق ليس غريب اليوم أن نشاهد هذا المؤتمر العظيم، وسيتواصل صوتنا إن شاء الله، صوتنا في العراق لن ينقطع، لأننا نرى العراق هم العراقيون وأرض العراق هي السند لنا بعد الله سبحانه وتعالى. أعود لك سيد حيدر، أحد أهم الأحداث التي حصلت في البحرين هي زيارة البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان ودعوته للسلطات في البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. ما مدى أهمية هذه الزيارة وهذه الرؤية البابوية؟ حقيقة ابتداء دعني أرحب بالضيف من دولة البحرين، حقيقة حياه الله. أنا أعتقد هذه حركات سياسية يراد منها إضفاء طابع ديمقراطي، وخلي نسميه فد شكل من أشكال السياسة المتبعة، تعرف أنه أنت الذي يقود المشهد السياسي في عموم البلدان العربية، والمتحكم في هذا المشهد هو الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد في الخليج حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح ومصالح عظيمة، ومن ضمن هذه المصالح أنا شفت وشاهدت في دولة البحرين الأسطول البحري الخامس، فمن حق طبعا لسان حالهم، فمن حقهم أن يدافعون عن مغانمهم ومكاسبهم داخل دول الخليج بغض النظر عن
حريات والقمع الحاصل للشعب البحريني. بالنتيجة يجيرون بعض الأعمال لمصلحتهم، هسه مرة يكون البابا حاضر، مرة يكون مدير منظمة كبيرة حاضر في دولة البحرين تحت هذه العناوين. وهذه العناوين أنا أعتقد عندما يتحكم بها الاستكبار العالمي هي توظف للحدث لا أكثر، ولا توظف إلى المجتمعات. يراد منها إحراز قدر كبير من المكتسبات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى وتحافظ وتساند هذه الأنظمة العربية. أستاذ بشار. نعم. طيب أعود لك مرة أخرى دكتور، إحدى أهم المتغيرات والأحداث في البحرين أيضا هي إجراء انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة. طيب المعارضة شن اللي حققتها طيلة 12 سنة من ثورتها؟ مو كان الأجدر المشاركة بهذه الانتخابات لإيجاد وجود في الميدان السياسي؟ كيف تشارك في انتخابات وكل رموزك القادة أصحاب الشعبية موجودة في السجون؟ كيف تشارك في انتخابات وآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مسقط جنسيته ومهجر قصر ومعه آلاف البحارنة مهجرين؟ كيف تشارك في انتخابات والأرض فيها مجنسون وفيها صهاينة والمنامة تباع للصهاينة، وحدات سكنية في المنامة تباع وجزرك الآن تباع للكيان الصهيوني؟ كيف تشارك في انتخابات لبرلمان كله معين، كله غير منتخب، والحكومة يرأسها ابن هذا الدكتاتور سلمان بن حمد الذي لا يدري ماذا يحدث في البحرين، فقط سرقة المال العام وغيره، لا يوجد شيء يدعوه؟ كيف تشارك في انتخابات ودستور البلد هو دستور تعدل بنوده على المقياس الصهيوني، فقط تعطي السلطة كلها لهذا الحاكم؟ طبعا لا مجال للمشاركة في هذا البرلمان. نحن في ائتلاف 14 فبراير مع القوى الوطنية في لندن، وأنا طبعا مقيم في لندن بعد التهجير قسرا، فعقدنا مؤتمرا للإعلان الدستوري مع قوى المعارضة، أننا أعلننا إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري يتحول إلى وثيقة سياسية ويتوافق عليها شعبنا البحرين لكي ننتج دستورا عصريا يشبه هذا الشعب، وهذا ما قاله الوالد الشيخ عيسى أحمد قاسم بالأمس وأشار إليه. فنحن اليوم أكيد في قبال دستور حضاري، لا هذا الدستور الآن الذي جاء بإرادة منفردة وهو خارج الإجماع الشعبي وخطه هذا العاكب مع القوى الاستخباراتية التي تعمل معه. إذن يعني وحتى أنت تشاهد هذا المجلس اليوم المعين، كلهم لا يفقهوا ألف باء سياسة، كلهم نكرة، كلهم جاءوا متسلقون، حتى وإن سمعت اسم شيعي هنا أو هناك. كلهم معينون، الوزراء كلهم معينون، فأكيد لا مجال للمشاركة في هذه المهزلة. وهذا البرلمان هو وبال، هو يريد فقط من هذا البرلمان أن يقول للمجتمع الدولي أني عندي برلمان في البحرين، ولكن البرلمانات ما هي؟ البرلمانات يجب أن تكون منتخبة لا على هذا الغرار. وصلت الفكرة. الشكر جزيلا لكم مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب من لندن، وكذلك الشكر جزيلا لكم الباحث بشأن السياسي الأستاذ حيدر الرشيد، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا سوية وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.